أنتقل إلى المحور الثالث في استراتيجية بناء مصر الرقمية، واللي بعتبره الحقيقة هو حجر الزاوية، لأنه كما حاولت يعني أن أوضح في البداية، صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي صناعة إبداع، وهي صناعة فكر، وتقوم على الأداء الابتكاري، ومن ثم القدرات البشرية والكوادر المدربة تدريبا متعمقا هي الأساس وهي قوام هذه الصناعة. وكل الدول اللي يمكن حققت نهضة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدأت بالتركيز على بناء القدرات وتوسيع قاعدة الكوادر. احنا لما بنعد قدرات في كافة أطياف وتخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الحقيقة بنستهدف ثلاث مرامي متوازية. المرمى الأول هو طبعاً أن يكون لدينا كوادر كافية قادرة على تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، ليس فقط المشروعات التي تنفذها الحكومة وأجهزتها، ولكن أيضاً باقي قطاعات الدولة كلها منشغلة بالرقمنة وأتمتت أعمالها، سواء القطاع الخاص أو القطاع المشترك أو القطاع المصرفي أو الطبي أو غيره. ومن ثم لابد من التأكد من وجود كوادر بأعداد كافية وبخبرات متعمقة وكافية تمكن من تنفيذ هذه المشروعات على أكمل وجه وفي الخطط الزمنية المحددة لها. المحور الثاني والثالث الحقيقة مرتبطين ببعض. المحور الثاني هو زيادة عدد المهنيين المستقلين. المهني المستقل هو من يلتحق بعمل، سواء عمل مؤقت أو عمل دائم، بشركة أو بجهة خارج مصر وهو مقيم في مصر. طب إيه أهمية المحور ده الحقيقة؟ الحقيقة المحور ده في منتهى الأهمية، لأنه إحنا لما بدأنا نتوسع في خطة التدريب، ويمكن يعني هعرض على حضراتكم الأعداد بعد قليل، كان لابد أن إحنا نتأكد أنه هذا التدريب يؤتي ثماره وله مردود اقتصادي. المردود الاقتصادي متمثل في أنه من يتدرب يلتحق بعمل، وبالتالي يبقى التدريب فعلا يعني أتى المرجو منه. مش بالضرورة أن كل من يتدربوا يستطيعوا أن هم يلتحقوا بعمل داخلي، لأنه مهما كان الاقتصاد المحلي قادر على توليد فرص عمل في مجال الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات، هي بالطبيعة لها حدود. ومن ثم كان قدامنا خيارين، إما أن نكتفي بتدريب فقط لأعداد تكفي لمشروعات التحول الرقمي والأتمتة المحلية، أو أن نمكن شبابنا من أن ينافسوا في سوق العمل الإقليمي والدولي. وده الحقيقة اللي قصدته بهذه المنافسة. لا أقصد أنه واحد يسافر ويلتحق بعمل بر، ولكن أنه وهو في مصر يستطيع أنه يلتحق بعمل خارج مصر. الأمر اللي في الثاني اللي يعني في هذا السياق يشكل أهمية هذا الملف، أنه في كثير من الأحيان أهلنا وولادنا وشبابنا مقيمين في قرى أو في مراكز صغيرة في مختلف أنحاء الجمهورية، ربما لا يكون فيها فرص عمل كافية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. فأيضا كان هناك خيار، طب هل ندرب شبابنا المقيمين في هذه الأماكن، ولا نقصر التدريب على الأماكن اللي هيبقى فيها فرص عمل؟ كان الخيار إنه لا، إحنا هنتيح مبادرات التدريب لكل شبابنا ولكل أهلنا في مختلف أنحاء الجمهورية، ونتأكد من قدرتهم على المنافسة في سوق العمل خارج مصر وهم مقيمون في قرانا وفي مدننا وفي مراكزنا في مختلف أنحاء الجمهورية. الملف الثالث أو المستهدف الثالث من بناء القدرات هو صناعة التعهيد. وصناعة التعهيد الحقيقة صناعة تشهد الآن تحولا ضخما. صناعة التعهيد تقوم على أنه شركة من الشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقيم مركز متخصص في أحد
هذه الأطياف أو الأنشطة في دولة أخرى. وفي الآونة الأخيرة الحقيقة بسبب التغيرات العالمية الجيوسياسية وما يحدث من أزمات في العالم، بدأ التحول إلى أقاليم جديدة في العالم بعيداً عن آسيا. ومن هنا وجدنا أن مصر لديها فرصة هائلة بعدد شبابنا، بالتدريب اللي بيتلقاه شبابنا، بقدرة شبابنا، بتصميمهم وإقبالهم على العمل والتزامهم. لدينا فرصة ضخمة جداً لكي تكون مصر مقصداً للشركات العالمية في مجال صناعة التعهيد. العنصر الثاني الحقيقة اللي شجع على التركيز على صناعة التعهيد هو مجموعة من التغيرات التكنولوجية التي يشهدها العالم والتي تستلزم عدد بالغ الضخامة من المتخصصين في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كالتغيير في عالم السيارات التي تتحول إلى سيارات كهربائية ذاتية القيادة. هذا يستلزم يعني أعداد ضخمة من القادرين على إنشاء منظومات برمجية تشغل وتتحكم في هذه السيارات. أيضاً المنافسة التي توقدت ما بين الشرق والغرب في مجال السيارات الكهربية، وبالتالي يعني هذه المنافسة ولدت طلباً متزايداً على المتخصصين في إنشاء منظومات برمجية للتحكم في السيارات الكهربية. كذلك الذكاء الاصطناعي وما يشهده العالم من تطور في مجال الذكاء الاصطناعي أيضاً أدى إلى طلب متزايد على المتخصصين في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وغيرها. من هنا الحقيقة بدأنا في وضع استراتيجية متكاملة لنشر ليس فقط الثقافة الرقمية ولكن العلم والمهارات والخبرات لمختلف أطياف الشباب. لدينا مجموعة من المبادرات لنشر الوعي الرقمي لكافة فئات المجتمع، لدينا مجموعة من المبادرات للطلاب في كافة مراحل التعليم منذ الرابعة ابتدائي وحتى نهاية الجامعة، لدينا مبادرات لإكساب خريجي التخصصات من الكليات غير التكنولوجية مهارات في هذا القطاع لكي يلتحقوا بعمل فيه، لأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لم يعد مقتصراً على خريجي الكليات الهندسة وعلوم الحاسبات وغيرها، وإنما أصبح قطاعاً رحباً يستطيع أن يستوعب مختلف التخصصات. ثم العنصر الرابع وهو صقل وتعميق مهارات المتخصصين في مختلف روافد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكي يستطيعوا الالتحاق بوظائف ذات قيمة أعلى في شركات عالمية مرموقة تقوم بأنشطة لها يعني تستلزم عمقا علميا. يعني هستعرض يمكن في عجالة بعد إذن فخامتك مجموعة من هذه المبادرات. يمكن المبادرة الأولى كانت مبادرة إطلاق مدارس التكنولوجيا التطبيقية، كان الهدف الحقيقة أن نخلق جيلاً جديداً يخالف يمكن الصورة النمطية التقليدية للتقني، بأن يكون لدينا جيلاً من الفنيين التقنيين المتعلمين على أعلى مستوى الملتزمين القادرين على العمل في الشركات المحلية والعالمية. بدأنا الحقيقة بمدرسة واحدة في القاهرة، واشترطنا أن من يلتحق في المدرسة بعد إتمام المرحلة الإعدادية من المتفوقين مجموع أكثر من 90%. الحقيقة الإقبال يعني فاق ما كنا نتوقعه، وأثبت أنه أولادنا والأجيال الجديدة مدركة للتغير الضخم في متطلبات سوق العمل، وأنه لم يعد مقتصرا أو لم يعد يعني حامل الشهادة العالية هو الوحيد القادر على أن يلتحق بوظيفة يعني مجزية. في العام التالي زدنا إلى 7 مدارس في المحافظات المعروضة أمام حضراتكم على اليمين. في هذا العام بالتعاون مع زميلي معالي وزير التربية والتعليم خصصنا 5 مدارس جديدة في المحافظات اللي على يسار الشريحة. إن شاء الله هدفنا
أن نصل إلى 27 مدرسة، مدرسة في كل محافظة. الاستثمارات في هذا المشروع بلغت حتى الآن 600 مليون جنيه، ولكن الحمد لله أنه يعني أول دفعة من أول مدرسة تخرجت هذا العام، وكنا الحقيقة يعني مهتمين جداً أن نرقب يعني هذه الدفعة فرداً لكي نتأكد من تمكنهم من الالتحاق بوظيفة، لأنه المعيار لنجاح هذا المشروع هو اقتناع سوق العمل بجدارة خريجي هذه المدرسة. الحمد لله كل خريجي المدرسة الذين تقدموا لسوق العمل نجحوا في الحصول على وظيفة. المبادرة الثانية الحقيقة هي جامعة مصر للمعلوماتية، ويمكن يعني لن أطيل فيها لأنه الفيلم شرحها. هي أول جامعة في إفريقيا متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تمنح درجة البكالوريوس شهادة مزدوجة ما بين جامعة مصر للمعلوماتية وثلاث جامعات من الجامعات رفيعة المستوى في أمريكا وكندا. لدينا أربع كليات، والحمد لله عدد المقبولين في الجامعة يزداد عاما تلو الآخر. مجموعة ضخمة أخرى من مبادرات التدريب، يعني زي ما قلت براعم وأجبال مصر الرقمية لطلبة المدارس من رابعة ابتدائي حتى تانية ثانوي. مهارات مصر الرقمية نستهدف إن شاء الله 90,000 طالب جامعي هذا العام. لدينا مبادرة مهاراتك، مبادرة مستقبلنا رقمي لتأهيل مختلف أطياف شبابنا على العمل في قطاع الاتصالات. يمكن يعني لكي أوضح الصورة أعود إلى الأرقام. في عام المالي 14-15 كان عدد المتدربين الذين تستهدفهم وزارة الاتصالات 2600 متدرب في السنة بموازنة قدرها 32 مليون جنيه. بدأنا في عام المالي 19-20 في التركيز على التدريب وتنمية الأعداد. الحمد لله في العام المالي المنتهي في يونيو الماضي 22-23 انتهينا من تدريب 250 ألف متدرب بكلفة قدرها 1.3 مليار مليون جنيه. هذا العام إن شاء الله بنستهدف 400 ألف متدرب بكلفة قدرها 1.7 مليار مليون جنيه. ما كان 2600 متدرب أصبح 400 ألف متدرب، 150 ضعف في 9 سنوات، وتضاعفت الموازنة 50 ضعف في 9 سنوات. يمكن أعود إلى مستهدفات التصدير من خلال استعراض موجز لأعداد المهنيين المستقلين ونمو صناعة التعهيد في مصر. والحقيقة الـ يعني المستهدفين يسيروا بشكل متوازي وإن كان أسبابها مختلفة. لما عدد أكبر من شبابنا أقبل على مبادرات التدريب وتلقى تدريب، لأن التدريب دوما يشمل تدريب تقني يقترن به تدريب على كيفية المنافسة في قطاع المهنيين المستقلين. العالم فيه 4 مليون مهني مستقل في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات، في مصر لدينا 100,000 مهني مستقل صعودا من 33,000 قبل عامين. يعني في سنتين فقط احنا ضاعفنا العدد 3 أضعاف، من 33,000 إلى 100,000، وأصبح لدينا 2.5% من العدد العالمي. نستهدف إن شاء الله أن نصل إلى 4% بنهاية عام 2026، نستهدف الوصول إلى 220,000 مهني مستقل. هذه الصناعة تنمو بمعدل 15% في السنة، هدفنا أن ننمو ضعف هذا المعدل، أن ننمو 30% في العام بإذن الله. الشق الثاني أو الجناح الثاني اللي بيمكننا من الصادرات الرقمية هو قطاع التعهيد. ويمكن الحراك التدريبي المكثف اللي بدأ القطاع يشهده
منذ عام 2019-2020 لفت نظر مجموعة ضخمة من الشركات العالمية لكي تقيم مراكز تعهيد لها في مصر أو توسع من المراكز القائمة، ومن ثم بدأت أرقام العاملين في هذا القطاع تزداد. إن شاء الله بنهاية هذا العام يكون لدينا 130 ألف متخصص في مراكز تعهيد، جميعهم يصدرون خدمات رقمية من مصر إلى خارج مصر بقيمة تصل إلى 3.5 مليار دولار. هدفنا أنه بنهاية عام 2026 بإذن الله نصل إلى 336 ألف متخصص سيكون لديهم قدرة على التصدير بقيمة قدرها 9 مليار دولار. في العام الماضي لوحده يمكن كان شرفنا دولة رئيس الوزراء في نوفمبر من العام الماضي وشهد توقيع اتفاقيات مع 34 شركة عالمية لإقامة مراكز تعهيد لها في مصر تخلق 34 ألف فرصة عمل. الحقيقة منذ ذلك الحين إلى اليوم يعني تغيرين مهمين. التغير الأول أنه من الـ 34 ألف فرصة اللي وقعناهم على 3 سنين بالفعل تم تعيين أكثر من 16 ألف متخصص في خلال أقل من عام. المتغير الثاني أنه بدأنا في توقيع اتفاقيات جديدة مع شركات جديدة، بلغ عدد الاتفاقيات الآن 60 ألف متخصص حتى هذا الشهر. يمكن نلحظ أنه الشركات التي تقيم مراكز تعهيد لها في مصر من مختلف دول العالم ومن الدول بالغة التقدم في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سواء من الغرب من أمريكا الشمالية وأوروبا أو من الشرق من الصين والهند التي تستحوذ على 60% من صناعة التعهيد في العالم، ومع هذا رأت في الخبرات المصرية وفي القدرات المصرية ما يجذبها لكي تقيم مراكز تعهيد لها في مصر. يعني المحور الرابع والأخير هو رعاية الإبداع وتشجيع الفكر الخلاق وقدرة شبابنا على أن يصبحوا رواداً للأعمال ويؤسسوا شركات. كان مهم أن نتيح منظومة القيمة، الخطوات المتعارف عليها في العالم في مجال رعاية الإبداع، بدءاً بما نسميه العصف الفكري وتوليد أفكار تصلح لإنشاء شركات، مروراً بكل الخطوات المعروضة أمام حضراتكم حتى نصل إلى جذب مستثمرين لكي يستثمروا في الشركات التي ينشئها شبابنا في مصر. كان لابد من وجود حاضنات ومراكز للتدريب لكي نقدم فيها هذه الخدمات لشبابنا. في عام 2016 كان لدينا 3 مراكز تدريب. سنة 2019 بدأنا في إنشاء 8 جديدة شرفتها سيادتك بالافتتاح في 6 يوليو الماضي. منذ يوليو 2022 حتى الآن أنشأنا 9 مراكز جديدة لكي يبلغ عدد المراكز 20 مركز. إن شاء الله في خلال العام القادم نضيف 5 مراكز لكي تصبح 25 مركز من مراكز إبداع مصر الرقمية باستثمارات قدرها 8.5 مليار جنيه. هذه المراكز الحقيقة موزعة في كل محافظات الجمهورية، هدفنا أن يكون هناك على الأقل مركزاً واحداً في كل محافظة. أدى هذا إلى أنه مصر واحدة من أفضل 3 دول في مجال ريادة الأعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. لدينا 400 شركة حالياً محتضنة في مراكز إبداع مصر الرقمية. في عام 2022 في العام الماضي رغم يعني التحديات الاقتصادية التي تجتاح العالم استطاع قطاع الشركات الناشئة في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن يجذب أكثر من 500 مليون دولار استثمارات من خارج مصر في هذه الشركات. أيضاً رعينا أن نقيم
مراكز إبداع مصر الرقمية داخل الأحرم الجامعية في المحافظات المختلفة أو بمقربة منها، لكي يسهل على شبابنا من خريج جامعات أو طلبتها أن يرتادوا هذه المراكز بشكل سهل ومستمر. لدينا أيضا سياسة لكي نحول بعض المباني التراثية، نستعيد رونقها وجمالها ونحولها إلى مراكز إبداع مصر الرقمية. الصورة العلوية لمركز الجيزة، الحقيقة أيضا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي أقمنا فيه مركز متخصص للابتكار في مجال الخدمات الحكومية. الهدف أن نشرك القطاع الخاص والشركات الناشئة في تقديم الخدمات الحكومية بشكل مميكن. أيضا الصورة السفلى لمركز إبداع مصر الرقمية في القاهرة، به معمل متقدم لأبحاث الروبوتات والجيل الخامس، أهدته لنا مجموعة من الشركات العالمية التي نتشارك معها في القطاع. يمكن يعني الحراك حول تقنيات الذكاء الاصطناعي وما نقرأه وما نسمعه كل يوم ليس بمعزل عن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وبدأنا منذ عام 2019 في وضع خطوات ليكون لنا موقع يعني ذو حيثية في مجال الذكاء الاصطناعي. أنشأنا مركز للابتكار والبحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، يبني مجموعة من المنظومات في مجال الرعاية الصحية، في مجال الزراعة زي ما تفضل زميلي معالي وزير الزراعة، أيضا في مجال البيئة وإدارة الموارد المائية والتنبؤات والحسابات في مجال الاقتصاد الكلي. كنا قد أنشأنا مجلس وطني يضم كل جهات الدولة للتنسيق فيما بيننا في ملف الذكاء الاصطناعي، وعد هذا المجلس وثيقة باستراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي تفضلت سيادتك بإطلاقها في عام 2021. كل هذه الأنشطة الحقيقة أدت إلى أنه مصر قفزت 46 مركز ما بين عامي 2019 و2022 في مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي الذي تصدره الأمم المتحدة. أيضا في مجال آخر أو في رافد آخر عالي القيمة من روافد صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو مجال التصميم الإلكتروني والبرامج المدمجة. البرامج المدمجة هي البرامج الموجودة داخل الأجهزة الحديثة التي نستخدمها.